تحديات تواجهها فرقاطات الغرب وقطاعه البحرية في مقابل القدرات اليمنية التي باتت تشكل رقماً صعباً على الصعيد العالمي. الجيش الألماني أقر بأن طاقم فرقاطته هيسن المكون من 240 جندياً والتي غادرت البحر الأحمر كانوا دائماً في حالة عالية جداً من الاستعداد نتيجة التهديد المستمر الذي تشكله العمليات اليمنية. وقال قائد هيسن إن الأخيرة عملت في البحر الأحمر كالساعة خوفاً من العمليات اليمنية. وأضاف الجيش أنه لم يكن أمام طاقم الفرقاطة هيسن في البحر الأحمر سوى حوالي 10 ثوان لوضع أسلحتهم الدفاعية موضع التنفيذ لمواجهة الهجمات اليمنية. وكشف الجيش الألماني أن فرقاطة بلاده استنفذت ذخيرتها خلال تواجدها في البحر الأحمر، فيما كانت عملية تجديد الذخيرة تتم في ميناء جيبوتي بعد نقل الذخيرة جواً من ألمانيا. وفي هذا السياق ذكرت مجلة ماريتايم إكزيكيوتيف الأمريكية والمختصة بالشؤون البحرية أن ما يدعى مهمة الاتحاد الأوروبي الأمنية في البحر الأحمر آخذة في التقلص بعد انسحاب قطع بحرية لعدة دول آخرها الفرقاطة الألمانية هيسن. وفي إطار الاعتراف بالقدرات اليمنية وتأثيرها في تغيير المعادلات، كان موقع أوريسيا ريفيو الأمريكي نشر مقالاً بعنوان فشل تحالف البحر الأحمر وانهيار الهيمنة الأمريكية. وجاء في المقال أن العمليات اليمنية ضد السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي وداعميه الأمريكيين والبريطانيين أثبتت انهيار الهيمنة الأمريكية في العالم. الموقع أكد أن القوات المسلحة اليمنية بدأت عملياتها في ظل صمت العالم الغربي وتقاعس العالم العربي عن الإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة، فيما تدعم واشنطن العدو بقوة وبشكل غير مسؤول. وكشف الموقع أن الولايات المتحدة كانت تسعى لتصوير العمليات اليمنية على أنها مسألة تمس بالشحن الدولي ولا علاقة لها بالجرائم التي ترتكب في فلسطين المحتلة، ذاكراً في هذا السياق أن اليمن رفض جميع المقترحات والعروض المقدمة من البيت الأبيض لإيقاف عملياته حتى تفك القوى الاستعمارية حصارها عن غزة. ومع فشل الدبلوماسية الأمريكية لوقف الهجمات، شدد الموقع على أن أذيال واشنطن في أوروبا والعالم العربي رفضوا المشاركة فيما تسميه التحالف لوقف الهجمات اليمنية، وهو ما يؤكد انهيار نظام الهيمنة الأمريكية في العالم بحسب أوريجيا ريفيو.